كابتن استاذن حضرتك، خلينا نروح لقاعه فكري اباظه بالمقر النادي الاهلي بالجزيره ومراسلتنا سلا حامد عشان تنقل لنا اجواء ما قبل مراسم القرعه. اتفضلي يا سلا. مساء الخير يا كابتن هيثم، برحب بحضرتك طبعا وبالكابتن ياسر صلاح لا نجم النادي الاهلي السابق لكره اليد وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم، يعني حاليا انا متواجده يعني طبعا في قاعه فكري اباظه او من امام قاعه فكري اباظه، طبعا مراسم يعني قرعه بطوله كاس الكؤوس الافريقيه لكره اليد طبعا موسم او يعني 2023 في نسختها ال 39 واللي هينظمها ان شاء الله نادينا النادي الاهلي على صاله امير عبد الله الفيصل. يمكن خليني يا كابتن يعني هيثم سريع في البدايه يعني اطلع لحضرتك يعني على ابرز الامور المتعلقه بالبطوله. ان شاء الله البطوله يعني هتقام يعني على صاله الامير عبد الله فيصل داخل مقر النادي من يوم 8 حتى يوم 18 من شهر مايو القادم. كمان يعني خليني اقول لكل الساده المشاهدين ومشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان ان البطوله دي يعني طبعا في نسختها ال 39 وان شاء الله هيشارك فيها ثلاث فرق من مصر، طبعا سواء فريق النادي الاهلي نادينا طبعا هيشارك في البطوله ونادي الزمالك المصري وكمان سبورتنج المصري، يمكن ثلاث فرق ان شاء الله هيشاركوا من مصر في البطوله. كمان معاهم العديد من الفرق في قاره افريقيا زي الهلال الليبي، رجاء غادير المغربي، وداد سمارة المغربي، مؤسسة أندري الكاميروني، والقوات المسلحة والشرطة المعترف طبعا بها فاب الكاميروني، كمان جي اس كي الكونغولي، النجم الأحمر الإيفواري، وكرياكوس الأثيوبي. يعني طبعا كل الفرق دي إن شاء الله هتشارك في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية واللي هتنظمها النادي الأهلي على صالة الأمير عبد الله الفيصل. كمان خليني أقول لحضرتك يعني إنه طبعا منذ قليل أو النهاردة يعني الصبح عرفنا إن النادي الأهلي إن شاء الله في البطولة السوبر الافريقي، وطبعا النادي الاهلي كان حامل اللقب الموسم اللي فات ان شاء الله يعني يوم 6 من شهر مايو القادم يعني على نفس الصاله وقبل بطوله كاس الكؤوس الافريقيه هيواجه نادي الترجي ان شاء الله. مباراه نادي الاهلي او الترجي والاهلي هتقام يعني يوم 6 مايو، ودي هتكون بطوله السوبر الافريقي ومباراه السيمي فاينل او النصف النهائي من البطوله. كمان نادي الزمالك وجي اس كي الكونغولي ان شاء الله دي هتكون المباراه كمان الثانيه يوم او في نفس اليوم ان شاء الله على نفس الصاله هتقام الا مباراه. ويعني بطوله السوبر الافريقي يعني هتقام يا كابتن هيثم على يومين يعني ان شاء الله يوم 6 ويوم 7 من شهر مايو القادم، وبعد كده على طول يوم 8 هتبتدي بطوله كاس الكؤوس الافريقيه بالنسبه لكره اليد. ويمكن ان شاء الله كمان جميع الفرق هتوصل قبل البطوله بيوم يوم 7 وهيكونوا متواجدين في القاهره. يمكن كمان خليني يعني كابتن هيثم اقول لحضرتك الاجواء هنا يمكن الاجواء اكثر من رائعه، يعني في العديد من الحضور متواجد داخل قاعه فكري اباظه. يمكن خليني اقول لك ان اول ما وصلنا شفنا يعني الفريق الاول لكره اليد سيدات تحت قياده الكابتن طبعا محمد عادل زولا، الكل متواجد ابرز اللاعبات زي طبعا كابتن نصر عيد كابتن الفريق وشهد الشواربي وليلى حماد، يعني العديد من اللاعبات متواجدين داخل القاعه. كمان في ابرز الحضور متواجدين واكيد يعني الجهاز الفني لكره اليد سيدات الكابتن محمد عادل زولا طبعا جهازه المعاون، واكيد التواجد برضو الكابتن خالد العودي مدير النشاط الرياضي مع العديد يعني من الحضور من الاتحاد الافريقي لكره اليد زي الاستاذ يعني مدحت البلتاجي نائب اول لرئيس الاتحاد الافريقي لكره اليد، كمان يزيد السعادي رئيس لجنه المسابقات بالاتحاد الافريقي لكره اليد، وايضا الاستاذ او مستر نويل اساميان مدير الرياضه في الاتحاد، وسامح جورج ده مراقب البطوله طبعا اللي هتقام ان شاء الله بطوله كاس الكؤوس الافريقيه اللي هتقام على صاله الامير عبد الله الفيصل. يمكن دول يعني ابرز الحضور المتواجدين يا كابتن هيثم داخل قاعه فكري اباظه، ويمكن ان شاء الله يعني اللي هيكون متواجد في القرعه وهيكون متواجد يعني طبعا ان شاء الله يعني على القرعه وهيعمل القرعه بنفسه هيكون متواجد يزيد السعادي رئيس لجنه المسابقات والاستاذ او مستر نويل اساميان مدير الرياضه، دول اللي هيكونوا متواجدين ان شاء الله. وهنشوف ساعتها اكيد النادي الاهلي يعني هيقع في انهي مجموعه وهتكون مواجهته ان شاء الله في بطوله كاس الكؤوس هتكون مع انهي من الفرق الافريقيه. وكمان يعني خليني اقول لحضرتك ان الاستاذ محمد الغزاوي ايضا يعني هيكون متواجد رئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله واكيد عضو مجلس اداره النادي الاهلي واللي هيشرف يعني بشكل كامل على تنظيم البطوله اللي هتقام داخل مقر النادي الاهلي، وهتكون ان شاء الله يا كابتن هيثم بحضور جماهيري كبير. يمكن شفنا يعني النادي الاهلي وسبق ويعني اخذ او كان ليه الحقوق في تنظيم هذه البطوله في ابريل 2018، وشفنا يعني
كان في تنظيم يعني على اعلى مستوى، حضور جماهيري كبير جدا طبعا يا كابتن هيثم. النادي الاهلي في 2018 ويمكن ساعتها كانت يعني اللجنه العليا المنظمه للبطوله كانت تحت رئاسه ويعني اشراف من الاستاذ محمد الجارحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. شفنا ساعتها يعني تنظيم كان على اعلى مستوى وكان في حضور جماهيري كبير جدا لجميع الفرق، وايضا طبعا فريقنا فريق النادي الاهلي. ان شاء الله البطوله دي تكون على نفس تنظيم يعني او على نفس هذا المستوى من التنظيم، وان شاء الله تكون بطوله ناجحه بحضور طبعا جماهيرنا وجميع جماهير الفرق الاخرى داخل مقر النادي الاهلي. يمكن دي يا كابتن هيثم يعني كانت ابرز الامور ويعني الاجواء هنا من داخل قاعه فكري اباظه داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. طبعا انا مع حضرتك لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. طبعا الكلمه ليك يا كابتن هيثم، تفضل. طيب سلا، يمكن كنا محتاجين نعرف يعني المراسم هتبتدي الساعه 9 بالظبط، ولا انت اكيد في القاعه وشايفه، ولا ممكن يكون في تاخير عن الساعه 9 عشان برضو سادة المشاهدين يبقوا معانا في الصورة؟ لا طبعا، يعني خليني اقول لك يا كابتن هيثم انه القرعه هتقام في تمام الساعه 9 مساء بالظبط. يعني يمكن انا كنت يعني ليا حديث مع الكابتن خالد العودي مدير النشاط الرياضي قبل ما اكون مع حضرتك على الهواء مباشره، ويعني اكد لي انه ان شاء الله القرعه هتتم او يعني هتقام في تمام الساعه 9 مساء داخل قاعه فكري اباظه داخل مقر النادي الاهلي. سلا حامد، طبعا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معانا من قاعه فكري اباظه بمقر النادي الاهلي بالجزيره، بشكرك شكرا جزيلا.